يقول هذه التساؤلات في برنامج الماتش. معنا على التليفون احد المدربين المتميزين في الكره المصريه، الكابتن احمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا. كابتن احمد، اهلا بيك، منور الدنيا ووحشني. ازيك يا هاني؟ وحشني جدا. وانت اخبارك كمان، ايه؟ اخبارك يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. هبدا معاك بالنقطه دي، شفت ازاي استبعاد عواد، وشفت ازاي رد الفعل، وشفت ازاي حزن محمد عواد. هو طبعا المنتخب طبعا بالنسبة للعيبة في مصر حاجة كويسة جدا، وبتعلي قيمته الفنية والمادية، وتبقى طبعا حتة ترشيح أي لعيب للمنتخب بتبقى بالنسبة له شرف كبير ليه. حتة الاستبعاد أو عدم الاستبعاد أو كده دي موجودة بتاعة الجهاز الفني، ومش شرط إن أنا عشان أنا بلعب أساسي في فرقتي إن أنا أتاخد، تبقى حكر يعني أنا بلعب بس أساسي يعني أنا أتاخد. هي بتبقى برضو في أمور بتخضع برضو لبعض التقييمات ايوه، تبع أفكار المدرب. اشرحها لي دي يا كابتن احمد. لا يعني فينا يعني مش عايز اخش في تفاصيل عشان ده مش يعني مش حتتي ان انا لا، مش اتكلم. بتكلم في الحالة دي بالذات، بتكلم كمدير فني، تقييمك بيكون ايه المعطيات اللي ممكن تخلي الناس كلها تقول انه ده ما انا يستحق، لو لكن انا مدرب فليا رؤية مختلفة. يعني ما يعني طريقة اللعب يعني في حاجات كتير جدا بتخضع، وبيشوف مين افضل من مين بالنسبة لطريقة لعبه، مش ايوه بالنسبة بشكل عام. يعني عواد جون كبير ايوه جدا وعامل موسم يعني حاجه، وموسم مش كويس بس موسم كمان ببطولات. ايوه يعني ما هو ممكن عامل موسم كويس وما ياخدش بطوله، مظبوط. لكن هو عامل موسم كويس ببطولات، فيعني طبعا دي حق يزعل، بس هو في الاخر ملوش حق ان هو برضه يطلع يتكلم حته الظلم ومش الظلم. ده في الاخر ممكن يجي مدرب يبقى هو نمرة واحد، ممكن يجي مدرب بأفكار مختلفة يستبعده، لكن الموضوع ما فيش ثوابت. كل مدرب وليه أفكاره وليه مفهوم تقييماته، مفهوم. والتقييمات دي أنا مش هقدر أتكلم فيها، بس يعني أنا بتكلم عموما بشكل عام عشان برضو إيه أنا يعني أنا مش طرف في الموضوع، فأنا مفهوم. مش هقدر أتكلم بشكل واضح. هل فاهمني؟ المدير الفني لأي فريق، مش بس بتكلم على المنتخب، المفروض وقت إصدار القائمة يوضح أسباب استدعاء لاعبين واستبعاد آخرين؟ لا هي يعني هي حته مذاهب. يعني في مدرب ساعات بيقول وبيبقى واضح جدا وما بيعملش حسابات، وفي مدرب بيسكت بيستبعده وبيسكت وما بيردش على الاسباب الواقعيه اللي هو خلته يستبعده. ولأي مذهب تنتمي كابتن أحمد سامي؟ لا انا بقول بتقول طيب، في عهدك لأول مرة بينضم شادي حسين إلى منتخب مصر، طبعا قبل انضمامه إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، شفت إزاي استبعاده من القائمة النهائية؟ لا لسه ان شاء الله شادي انا متوقع له يعني ان شاء الله يعمل موسم كويس باذن الله مع النادي الاهلي، ومن خلال برضه من خلال النادي الاهلي ينضم بشكل دائم في المنتخب، بشكل لان هو دائم في شخصيه المنتخب. بشخصيه شادي شخصيه قويه وبيستحمل، ودي اهم مميزاته، زائد ان هو مقوماته الفنيه تؤهله ان هو يبقى موجود في المنتخب، بس كل حاجه ليها توقيتها. مظبوط. طيب، معسكر سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد بدأ بالأمس، إيه آخر الأخبار وإزاي بتستعد للموسم الجديد كابتن أحمد؟ والله يعني احنا كنا بنستعد من حته هيكله الفرقه. يعني احنا كنا من بعد ما الموسم ما خلص، وانا كنت جيت في نص الموسم، وكان الغرض الاساسي ان الفرقه تقعد في الدوري الممتاز بشكل من بدري يعني، وده حصل من قبل الجولات الاخيره بفتره. احنا ايوه قاعدين في الدوري الممتاز، فلشنا بترتيب مش كويس، بس في الاخر انت قعدت في الدوري الممتاز بشكل من بدري قوي. لكن السنة الجاية احنا عايزين يعني كنا عايزين من بعد نهاية السنة نعيد هيكلة الفرقة بشكل كويس. الأعمار السنية نزلت بشكل كبير، في صفقات كانت تبادلية من موضوع شادي وميسي من ايوه الأهلي، بس لعيبة احنا مختارينها مش مفروض علينا، ودي مهمة جدا. مش مفروضة علينا. لعيبة احنا مختارينها ودي تمام. حاجة كويسة. مش مفروض علينا، ولعيبه كويسه وهتفيد النادي، ولعيبه ملك النادي، ودي اهم حاجه مش اعاره. طب النقطة دي مهمة جدا، عرض عليك أسماء وقت الصفقات التبادلية، لكنك صممت على أسماء أخرى لحد ما
استخدمتها؟ لا لا لا، هو احنا كنا يعني حته ال نادي الاهلي لما بتتعامل معاه، نادي كبير جدا وبروفيشنال، واحنا قلنا احنا عايزين واحد واثنين وثلاثه، تمام. والحمد لله كان حصل فيه تقارب في وجهات النظر، والحمد لله خدنا اللعيبه اللي احنا عايزينها. ايوه، اتكلمت على نقطة مهمة جدا وهي النزول بأعمار أو معدل أعمار اللاعبين، والحقيقة إنه ده واضح. الفريق بشكل عام بيغير جلده، اللعيب الفريق بتستقدم لأول مرة أنت الصفقات اللي أنت عايزها بالنظر لأنك بتبدأ الموسم، وبالفعل بتجيب محمد شكري، بتجيب أحمد رمضان بيكهام إلى جانب الصفقات الأخرى، بتكلم على الصفقتين التبادليتين تحديدا. شكل الفريق دلوقتي مرضي بالنسبة واحمد لل ياسر غانم برضه طبعا اكيد. كمان انت بدلت مهاجم بمهاجم، والمرحله العمريه مختلفه لصالح احمد ياسر ريان اكيد على هو مستوى اغلبيتهم السن. لما بتتكلم يعني مثلا شكري 99، بيكهام 97، احمد ياسر غانم 97، يعني عندنا لعيبه 97 كتير. احمد هاني جبناه من طالع الجيش مظبوط. 97. الاعمار يعني في محمد عادل من الاسماعيلي النهارده برضو. محمد عادل لسه من شويه برضه، سنه مش كبير، صغير. فيعني يعني الحمد لله، يعني بنحاول يعني ايه، يعني بغض النظر عن اي حاجه، التوفيق ايوه، ده بتاع ربنا. ونعم بالله. بس انا احنا اجتهدنا، وبرضه فتنا محمد ابو العينين واستاذ طارق بصراحه، يعني عايزين يعملوا فرقه تبقى دايما تقعد سنتين ثلاثه بشكل كويس، ويبقى الاستخدامات بعد كده بشكل مش عريض. تمام، مفهوم. ان هو فدي صفقة او مهمه جدا. اتنين في نهاية كل موسم، بالظبط، يعني كده مفهوم. تبقى الموضوع بشكل مش عريض، لانك انت عندك مجموعه لعيبه كويسه ليها مستقبل، تمام، وربنا يسهل، والتوفيق ده بتاع ربنا. انا بنحاول بس ونعم بالله. نعمل شكل كويس، وطبعا النتائج دي والكلام ده بنجتهد، والتوفيق ده بتاع ربنا. هل في مراكز تانية ما زالت بتحتاج إلى دعم؟ هل في صفقات أخرى منتظرة بطلب من الكابتن أحمد سامي في الفريق الفترة اللي جاية؟ ممكن ان شاء الله. إيه المراكز؟ مش حكايه يعني، انا خلي بالك، انا يعني في المراكز اغلبيتها بقت كويسه جدا، تمام، لكن انت بتدور برضو على في حته جوده أيوه. في بعض المراكز. فالجوده دي انت يعني ايه، بنحاول بنسعى، ما حصلش نشتغل بشكل كويس لغايه ما يجي فرصه نعملها. حراسة المرمى. لا، هو عندي عامر طبعا جون كبير جدا، وعندي كوكو بعديه، ايوه، فاحنا كنا محتاجين برضو جون تالت مع المجموعه، يعني ما ينفعش برضو الفرقه يبقى فيها جونين ايوه. بس، فاحنا بنحاول نستخدم جون تالت من الاضافه لعلي. علي طبعا في المنتخب الاولمبي ايوه، مستقبل، يبقى علي اربع تجوان، الجبري. يبقى اهو على الجبري، منتخب اولمبي. فاحنا الطبيعي ان يبقى فيه ثلاث جوان كبار وواحد تمام. تحت السن، ده هاف الطبيعي ديفندر يعني ما دلوقتي. زال بيحتاج الى اضافه جوده. عندنا، لا ده عندنا ديفندرات كويسه، يعني عندنا توني ما ونبيل. جبنا عمرو من والله، يعني عندنا توني ونبيل وعمرو عمرو القلاوي، قلاوي وتوني جبناه. ومحمود نبيل، مظبوط. جبناه من عمرو القلاوي ده، جبناه من ممتاز به، ايوه، وبرضه هو سنه صغير وهيأدي بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. دايما بالاضافه عينيك بتروح بالاضافه لاماكن محمد عادل. ما بيش محمد عادل بتروح لاماكن ما حدش بيشوفها الا عين الكابتن احمد سامي. والله بتعمل يعني السكاوتنج بتاع احمد سامي ده ازاي؟ انا بحاول دايما وانا شغال، اصل هو مش طبيعي. انا المفروض انا مدرب، شغلتي اللعيبه، ايوه. يعني انا ببقى لازم ابديت على اللعيبه بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز، تقييماتهم في جميع الانديه. نمره اتنين، على قد ما اقدر بغطي حوالي الممتاز به باللعيبه المميزه على مدار السنه وانا شغال، يعني ببقى عيني على لعيبه شغاله وتحركاتها والكلام ده، ولو قدرت اخدها باخدها. ايوه. فالتقييمات دي بتبقى الموضوع مش حد بيقول لي ولا بتاع، بتبقى برضو ايه، الدوري الممتاز كله انا عارف جميع اللعيبه، مفهوم. يعني 99% من اللعيبه، وعارف اللي ممكن يفيدني وممكن ما يفيدنيش. كلهم لعيبه طبعا كويسه، بس انا في لعيبه بتقدر تفيدني ولعيبه ما مظبوط. بتقدرش تفيدني. هم لعيبه كويسه بس ما يقدروش يفيدوني. ايوه، وفي نفس الوقت انا حتة اللعيب اللي عنده جلد وإصرار إنه يوصل لمنطقة هي بعيدة عني ايوه، وعايز يوصل لها، ده ده أنا اللي انت بحب بتحبه. اللعب، ده أنا اللي بحب اللعيبة دي. لكن حتة اللعيب المستكفي ده، يعني بتبقى بالنسبة لي هو لعيب كويس وبيأدي الغرض بس مش كفاية. هل الرسالة دي بتوضح أسباب الاستدعاءات وأسباب الاستبعادات؟ لا لا خالص،
خالص والله. انا بس بعيد شكل بس التيم، بغض النظر انت بتقصدك على اللعيبه مشيت اللي دخلت في صفقه تبادل مظبوط، او يعني او رحيل بالتراضي، او راحوا انتقال بالتراضي لانديه او اخرى. الكلام ده، لا كلهم لعيبه كبار جدا وادوا السنه اللي فاتت على قد الامكانيات، الموارد اللعيبه اللي موجوده. كان السنه اللي فاتت ما كانش فيه سكواد كبير، ايوه ما كانش عندي دكه، كان عندي امور صعبه جدا، صح. يعني ادوا بشكل كبير جدا. وخلي بالك ده اهم حاجه، اهم حاجه، وانت انا دايما بحافظ على العلاقه بيني وبين اللعيب، ايوه اهم حاجه وانت ماشي وهو ماشي او كده لازم يبقى سلام تراضي صح والدنيا كويسه. الموضوع مش خناقه صح خالص، 100%. الموضوع كله اللعيب بيلعب هنا وده احتراف زي ما الناس كلها بتقول، مظبوط فما ينفعش تبقى انت برضو لازم تحترم اللعيب حتى اللي انت بتجيبه او اللي انت بتستبعده بالتراضي يعني، او حتى اللعيب اللي هو عايز يمشي. ايوه يعني انا اول حاجه قلتها للعيبه اول يوم، اللي عايز يعني عايز شايف نادي عايز يمشي يمشي، يجي يقول لي وانا امشيه، اساعده ان انا امشيه مع الاداره، لان انا ما بحبش اللعيب يتحبس جنبي ايوه صح. وهو شايف ان هو ممكن يروح في حته احسن. فهو لو في حته احسن وهو شايف فيها حته احسن وتفيد النادي وكده، لا ما انا ما عنديش مانع، لا طيب ونوفر بديل. لان انا مقتنع دايما بحاجه مهمه جدا يا هاني، ان اي لعيب اللي خلقه خلق غيره، فيعني ما الدنيا ما بتقفش على حد. 100%. اتكلمنا عن ملف الصفقات، ماذا عن ملف الأجانب على مستوى صفقات جديدة أو على مستوى الموجودين في الفريق ومستمرين كابتن أحمد؟ وطبعا الإدارة عملت مجهود كبير جدا جدا في استقدام أبوكا، طبعا. جون أبوكا، وده صفقة مهمة جدا للفرقة. واستمر سيف إتقى، نعم؟ واستمر سيف إتقى من القوام الرئيسي. آه سيف موجود، والبطاط طبعا موجود، مظبوط. موجود معانا، بس هو طبعا فلسطيني. فلسطيني بيتحسب مصري، بس لسه في ناس جاية. لسه في صفقات أجانب أخرى قادمة اه في مراكز واضحة. لا في مراكز، في وينج، وينجات، وديفندر ممكن، ما هو انت عارف دي برضو ايه يعني ايه، لسه احنا ما يعني ما خلصناش نهائيا مفهوم يعني. مفهوم مفهوم. طيب أخيرا، أنا طولت عليك لكن أنا بستمتع دايما لا لا بالنقاش تحت معاك امرك كابتن يعني. أحمد. الناس كلها تابعت صفقتين فعلا ثقيلتين على مستوى الهجوم بامكانيات حتى مختلفه، بنتكلم على جون ايبوكا احد المنافسين على لقب هداف الدوري في الموسم اللي فات، واحمد ياسر ريان لاعب دولي واحتراف واهلي، وبالتالي الناس تحدثت هل ده هيستدعي تغييرا في طريقه لعب الكابتن احمد سامي عشان يعتمد على الاثنين، ولا الموضوع هيبقى فيه تبادل، ولا فيه تغيير مراكز بالنسبه لواحد من ما هو الاثنين؟ بص يعني حتة دايما الجمود في التدريب مش حاجة كويسة، تمام. المرونة دي حاجة مهمة جدا. هو طبعا الاثنين، احمد ياسر ريان لعيب هايل هايل، وان شاء الله يعني يبقى موجود في منتخب مصر، وهو بتوقع له كده ان شاء الله السنة دي. وجون ابوكا لعيب من اللعيب المحترفين اللي سابت بصمة في الدوري المصري بشكل كبير، وكان كل يعني كانت اغلب الاندية يعني بتسعى انها تتعاقد معاه. مظبوط. احنا الحمد لله الاثنين دول موجودين، حته ان هم يلعبوا الاثنين مع بعض ده وارد في بعض في ماتشات، حته ان براس حربه واحد ده وارد في بعض الماتشات. يعني الموضوع مش اسطمبه، مش عشان انت جبت الاثنين لعيبه كويسين جدا فلازم الاثنين يلعبوا، لا ايوه يعني في ماتشات تستدعي ان انا العب براس حربه واحد، في تمام. ماتشات. المهم اهم حاجه القصه كلها هاني الفريق، الفريق ده اهم حاجه عندي. الاسامي دي كلها مهمه، حتى من عند عامر لغايه احمد ياسر ريان او ابوكا، كل مرورا بكل المراكز، ومحمد ابراهيم والناس اللي موجوده كلها لعيبه كبيره، لكن في الاخر اهم حاجه عندي انا بسعى ليها هو الفرقه، صح. واللي هينفذ الفرقه اللي هيبقى فيه استمرار في المكسب، ما وارد انت تقعد وارد انت تلعب، المهم في الاخر الفرقه بتعمل ايه، ده مظبوط اهم حاجه. مظبوط. ودي رسالة ختامية مهمة جدا، أنا بشكرك جدا كابتن.